حياكم الله مجددا في هلا بالعرفش، فقرة المثل يقول بصوت محمد العرجاني. المثل يقول: فلان بدأ من الصفر، ما هو هذا الصفر؟ ومن الذي يحدده؟ وكيف نفرق بين من بدأوا من الصفر وأولئك الذين يملكون شيئا من الكفاح والنضال وتجاوز التحديات؟ تفضل دكتور. شوف، الله عز وجل يقول: قولوا قولا سديدا. العلماء يشرحون بعض المفسرين قولا سديدا أن تضع الكلام على قدر المشكلة أو الكلام على قدر المعاناة. أنا أسمع دائم فلان بدأ من الصفر، نص المجتمع صار بادي من الصفر، إيش الصفر اللي بديت منه؟ ما يبين. أنا في نظري أبو يحيى، وأنا الحمد لله قارئ للتاريخ وقارئ للتجارب، اللي بدأوا من الصفر عددهم قليل جدا. أي إنسان عنده حواس خمس هذا ما بدأ من الصفر، حواس الخمس شغالة، لا هو أعمى ولا شيء، هذا بدأ من الصفر. اللي عنده أب أو أم أو كلاهما هذا ما بدأ من الصفر. أنت ما بديت، أنت بديت يعني من عندك أم أنت الحمد لله، لأنه ولا في الناس غيرك. حنا نتكلم عن الحرمان. الصفر، حتى الصفر اللي متشدد فيه عندي ثلاث أنواع: صفر قوي، وفصر صفر متوسط، صفر ضعيف. أنا بالنسبة لي أكثر واحدة بدأت في الدنيا كلها من آدم إلى الآن من الصفر هي هيلين كيلر. ولدت بدون بسمع، بدون بصر، بدون كلام، عندها حاستين الشم واللمس، وصارت دكتورة في الجامعة، وراحت قابلت الرئيس الأمريكي روزفلت لأنه عنده شلل أطفال، لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه واحدة. نجي للجيل الثاني من المعاناة أو اللي بدأوا من الصفر: طه حسين، أبو العلاء المعري، الشيخ عبد العزيز بن باز، اللي ما عمى ومع ذلك كافحوا حتى تعلموا. طه حسين طلع من الأزهر بثقافة مصرية صعيدية، راح لفرنسا، خلى سوزان تحبه الفرنسية، تزوجها، درس فرنسي وهو أعمى، أخذ من السربون ورجع لمصر. إذا أنت هذه المعاناة. أنا أشوف صراحة كثير ناس يقول لك بديت من الصفر كيف، والله كان عندي سيكل. يا أخي أحمد ربك، حنا ما عندنا سياكل. قال كنت في أمريكا والله شهر ما أكل إلا برجر. حنا لاقين برجر، أنت في أمريكا وتأكل برجر، عندك 9 مليون ما راحوا أمريكا. يجي واحد يقول لك والله يا أخي ذيك الأيام كنت أغسل الصحون بنفسي، ما عندي شغالة، أنا أمس مغسل الصحون ولا عندها معاناة ولا شيء. أنا قصدي عشان ما نوهم هم الآن إيش اللي صار اللخبطة، إننا نشوف رفاهية الجيل الحالي ونبدأ نقيسهم. أنت ما تقيسهم بلا، قيسهم بجيلك أنت. لما رحت لأمريكا كانوا أصحابك يتمنون يدخلون المدرسة. طيب ما هو هذا الكلام دكتور يفرض سؤال مهم، إنه وش معايير الصفر؟ طيب هذا هو الصفر، إنك من لا شيء بديت. إذا هيلين كيلر أحطك أنت فيها وأحط العرفة صعبة. أنا أقول لك في كفاح، في معاناة، في يعني واحد مثلا واحد حارس أمن سادس ابتدائي، درس الكفاءة ليلي ودرس الثانوي واخذ الماجستير، هذا نقول له مكافح، نقول عنده معاناة، نقول عنده نضال، نقول عنده اجتهاد. لكن ما تقول من الصفر، لأنه هو أصلا مرتاح جاي من المرتاح. طيب يعني إحنا قرينا مثلا كتاب ذكريات طالب تنبل مثلا، وكنت فيها تحكي قصتك مع التعليم وأكثر من شغلة. أنت تعتبر أن العرفج بدأ من الصفر؟ أعوذ بالله، الحمد لله الله أكرمني، ولا بديت من الصفر ولا أسمح أن نكون. أنا بديت عندي شوية معاناة بسيطية، وأني عشت بدار أيتام وعشت عند خوالي، لكن اعتبرتها تجربة جميلة، معاناة حلوة. لكن من الصفر ترى كلمة، قلت لك عبر التاريخ ترى اللي مروا من الصفر. لو بذكر لك مثلا غاندي، أنا أعتبره من الصفر لأنه قاد مليار وهو بعصاه وحتى ما يلبس سروال، يلبس وزرة. هذا غاندي. نلسون مانديلا 25 سنة بالسجن، أنت ما تقدر تقعد يوم بالسجن، وطلع صار رئيس دولة. أيوة بس مثلا مانديلا إذا جينا نقيس عليه معاييرك اللي حطيتها قبل شوي، عنده حواسه، عنده الناس اللي حوله، لكن عنده لا بس معاناته قوية. أنا قلت لك صفر متوسط هذا. نجي مثلا محمد بن سعود مؤسس دولتنا الجميلة، أيضا هذا بعد ما نصل إنه ما بدأ. أنا إيش أقول لكم من الصفر؟ ارجع لها بالكتابات، إنك بديت من العدم. حتى الشخص اللي راح السوق زي الراجحي، أنا ما أعتبره بدأ من الصفر لأنه كان معه حظ، اللي فتح جنبه ما لقى الفلوس. اللي إذا أنت عندك حظ كيف بدأ؟ هم الناس ينظر للمعاناة لكن ما ينظر. أنت الحين قبل لا تقول لي في أمريكا عندك سيكل، أنت كيف رحت لأمريكا؟ أنت محظوظ إنك رحت لأمريكا، ما بديت من الصفر. أنا كان أمنيتي أروح أمريكا، واحد يقول رحنا الرياض ندرس الجامعة، غيرك ما قدر يروح الجامعة. اللي مروا بمعاناة معينة بحيث إنه ما كان عنده شيء في مجاله وأصبح
عنده القمة، هذه إيش تسميه؟ هذا تجربة، تجربة جميلة. إيه؟ أصحاب كل الكتب والسيرة الذاتية ذول أعتبرهم أصحاب تجارب. أنا قلت لك كفاح معاناة، نعم أنا أعتبر نفسي من المكافحين، من أصحاب التجارب الجميلة، من. لكن واحد يقول والله ما عندنا في قريتنا جامعة، ورحت الجامعة الرياض وسكنت عزوبي مع إيش، هذه تجربة حلوة، هذه فيلم سينمائي، إذا ما هم معاناة. طيب جميل، إذن هذه وجهة نظر أحمد العرفج على فكرة البداية من الصفر. هل تتفقون أو تختلفون؟ ودنا نشوف آراءكم ووجهات نظركم حول هذا الموضوع، سواء في تويتر في أي مكان، وبنستعرض مجموعة منها في الحلقة القادمة. وخلونا نمد الحوار في مثل هذا الموضوع، من هو الشخص الذي بدأ من الصفر؟ على من تطلق البداية من الصفر من وجهة نظركم؟